عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. بصوا انا مش هطول عليكم خالص، بس اكيد وحشتكم الفيديوهات دي، وكتير منكم قوي بيطلب مني ان انا اكررها تاني. فالنهارده قررت ان انا اعملها لكم، ولكن زي ما انتم عارفين هنشجع المنتج سوستا. معانا النهارده كيكه المفروض انها بتكسب فلوس كتير. تعالوا بقى نشوف الكلام ده حقيقي ولا اي كلام. جبت لكم كمان منها بالفراوله، جعفر العمده، وطبعا الترند اللي خاربها كاشات. صارفين ومكلفين وبندعم ومش حرماكم من اي حاجه. تعالوا بقى نشوف حظنا النهارده، يلا بينا خلينا نشوف هنكسب ايه. وعايزه اقول لكم ما تقلقوش خالص بالنسبه للبسكوتات والحاجات اللي بنفتحها. انا مش عايزه احكي لكم كم حد ورا الكاميرا مجرد ما رحت اشتري الحاجات دي من اصحابي جه مستني ان انا افتحها. وطبعا انتوا عارفين يعني الواحده ما بتكفيش شخص واحد، مش هتكلم كتير، مش عايزه افضحهم. فيلا بينا تعالوا نبدا بالكيكه، لان انا بصراحه لسه ادوقها كمان واقول لكم رايي. مبدئيا هو ده شكلها 12 واحده. خلي بقى كده ونفتح شوكة عرب. متخيلة هتكسب ولا لا؟ متخيلة ان اول واحدة ان شاء الله هيكون فيها حظ. ان شاء الله ان شاء الله. تمام زي الفل. استني بس ما نتسرعش، يمكن تحت الكيكة. ما تهزريش. بصوا يا جماعة، جماعة من اول واحدة كده يعني الموضوع جامد. بيسابيك الدهب؟ كسبنا 5 جنيه. ماما بتسأل في ايه؟ جماعة بس تعالوا معلش نتأكد انها حقيقية، ما تكونش عارفين بتاعت زمان دي. شخت بخت والحاجات دي. دي حقيقية جدا. ادي اول 5 جنيه وندوق بقى. مبدئيا بس هم يعني ماشي عادي هتعدي، معلش احنا فاجئناهم برضو فكرة الضغط يعني زي ما انتوا عارفين. طبعا خلينا متفقين ان اي حد كان بيعمل منتج مش مركز معاه، بعد اللي بيحصل ده الوضع بقى مختلف تماما، وان شاء الله الجودة تتحسن اكتر ممكن. ده رأيي يعني. اللي بعده انت بتقولي لا؟ مش حاسه يعني. للاسف دي ما فيهاش. الحقيقه بفكر دلوقتي ان انا اقلبهم ومهديش حد كيكه واعمل لكم بيها وصفاتي المبهره، لان انتوا عارفين ان انا هبهركم. دي فيها ان شاء الله. ان شاء الله. 10 جنيه جديده. ان شاء الله ان شاء الله نجمع ثمنها كله. كده 15 جنيه اللي بعده. تكسب ولا لا؟ لا مش راضيه تفتح. لا شكلها لا. متهزريش. خلينا نشوف. لا هما ظابطينها واحده واحده. يلا يلا كسب يعني. قولوا معايا هتكسب ولا مش هتكسب، وقولي توقعت كام واحده صح غلط. ماشي الحمد لله الحمد لله رضا. ايه فيها؟ فيها يا لهوي. ها فيها ان شاء الله. فيها اكيد اكيد. مش العلبه كلها؟ طب مش عايز تفتح يبقى فيها اكيد. مش العلبه كلها، فيها 2 بس يعني. بس هي غالبا العلبه كلها يا جماعه يعني، مش عايزين نسبق الاحداث. هي دي برضو اوت. والله العظيم شكلها فيها ايه يا جماعه؟ في ايه بجد؟ لا ايه ده؟ طب ايه يا جماعه؟ يعني 2 بس يكسبوا من العلبه؟ خلاص طيب معلش. بس في واحده فاضل 2. طب كويس. بصي انا بقول اني اكيد هنكسب حاجه تاني اكيد. وانتي؟ انا بقول ان احنا هنكسب ان شاء الله مره واحده. اخر واحده العلبه الاولى خلصت. لا لا يا جماعه هي مش بس دي مش كسبانه، هو حد داس عليها كمان دي. بس لا بقى نيجي بقى للفراوله. تفتكري هنكسب في كام كيس منها؟ قولوا هتكسب ولا مش هتكسب؟ هي كده بتبدا في الاول بس. بجد ما حطيت لك اول واحده بس وكده. الحمد لله. 10 جنيه برضو. عاجبني قوي ان 10 جنيه جديده. يا بقى لو نكسب 20 جنيه جديده. دوق الفراوله. اللي بعده. هنكسب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. غالبا لا. فريق خليها على الله. كله على الله طبعا، ولكن اوت. 5 فعلا. 5 جنيه. اللي بعده ان شاء الله نتفاجئ. ما فيهاش حاجه. سريعا بقى كده يلا يلا عشان ايه ان شاء الله نلاقي واحده تاني. ما فيهاش برضه الحكايه. ما فيهاش برضه، ولكن خلينا برضو فاكر ومليان فلوس وبتاع دلوقتي. لا مفيهاش دي، غالبا ممكن يبقى فيها. مفيهاش برضو.
يبقى احنا كده زي ما قلنا طبعا. فاضية. اخر واحدة طبعا زي ما احنا عارفين هنلاقيها خلاص ايه. فاضية. جعفر العمدة نمبر 1 محضر لنا كام النهاردة في العلبة؟ انا ده نفسي ادوه اكتر من انا اعرف فيه فلوس. يعني صوابع. واو. لا ثانية واحدة معلش. هي دي فلوس كده وكده؟ ده فلوس كده وكده؟ قول اللي قلت. لا 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 ده في 300 جنيه. لا أنا مش قادرة أصدق. ده يا جماعة لحظة بجد هو فعلا كله كده؟ يعني كله فيك؟ لا يا جماعة جنيه غير عصبي ما تهزروش. إيه ده؟ معلش دوقي كده؟ هو أصلا إيه ده؟ طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا فاجئناهم وان شاء الله الناس دي كلها تشتغل على الجوده. معلش يا جماعه اكتبوا لي بجد يعني قولوا لي لو انتوا عارفين الموضوع ده. انا لا اهو الحمد لله الحمد لله طلع في فلوس حقيقيه يا جماعه. انا بقول دي 5 جنيه حقيقيه طبعا صح؟ لا دي 5 جنيه. ايوه كده يا جماعه انا بقول برده كله هيجرب بس لما اخلص صح؟ تقريبا في ولا ما فيهوش؟ في ان شاء الله في في فيك. سيبنا في جعفر لحد دلوقتي 5 جنيه حقيقيه. ماشي. قعدت كلها تقريبا في 15. 5 جنيه تاني. الحمد لله الحمد لله يا رب. جماعه احساس ان الواحد بيكسب دي بجد. ممكن نلعب مع جعفر العمده لعبه ريل اور فيك. ريل اور فيك. فيك. فيك انا بقول دي. بقول شورت. فاضية. ريل اور فيك. ريل. لا فيك. تمام فيك. احنا كده الكيكة متقدمة على جعفر العمدة لحد دلوقتي. فيك. ريل اور فيك. بقى دي فيك الموضوع كده بصراحة محبط قوي. طيب يا جماعة فيك. يعني ده فيك بالاخضر. ماشي اخر واحدة. ان شاء الله ريل. انا بقول فيك. نيجي بقى لحبيب الملايين وحبيب قلبي انا شخصيا اللي انا كنت نفسي اجربهم بدري بس ما كانش موجود عندي في المحافظة اللي انا فيها. ولكن انا بصراحه متفائله بيه جدا. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه 3 علب ولكن ماما صدرت علبه وقالت لي دي انا اللي هفتحها واكتشفها لوحدي. فتعالوا نشوف كده ان شاء الله خير ونكسب ايه فلوس. اللي هي الفاتوره جوه انا مش فاكره علبه كشاب بكام. ناخد كده عشوائي واحد ونقول الو. اوكي. اوه انا بتفائل قوي يا جماعه باول طلعه دي. 5 جنيه فئه ال 5 جنيه يا جماعه مسيطره النهارده. زي ما احنا متفقين احنا فاجئناهم فان شاء الله كل ده يتحسن. ف جنيه ما تهزريش يعني يا انا بقالي فتره مش شفتش جنيه. الحمد لله ونشوف اني اللي هيجي. هنفتح دي ونسيبها وهنفتح دي كده ونسيبها ونعمل ايه كده ورقه. معلش معلش اوت. انا بصي بعد اول اتنين دول بقلق. لا ده في حاجة. ورقة. ماشي. ها هتكسب ولا لأ؟ هتكسب ان شاء الله. قولوا معايا. يعني عشان ايه? ورقة. احنا كسبنا 6 جنيه من كاشات. يا كاشات مش كده. ورقة. ما تهزريش طيب. 7 جنيه. الحمد لله. 7 جنيه. ومين يزود? 50 200. 200 ايه انت انا بهري. وكان الله يمسيه بالخير كان بيكسب حاجات حلوه. كانش بيكسب فلوس بس. ورقه. كان حاطط الجنيه اكيد ده فعلا مكلف جنيه او اكتر. اخر واحد تفتكر هنكسب فيه اكتر من 7 جنيه. في واحد تاني في العلبه. والله مش شايفه. عموما ده مفيش اي حاجه خالص. صحيح. في ورقه. واحد بقى ايده كده صدقوني لما اقول ان في ورقه. زي ما احنا عارفين الاخير ان شاء الله خيره كتير ودي اخر علبة معانا في كاشات وباذن الله نشوف حظنا في عمل ايه. ها? لا دي بقى مش 7 جنيه. ورقة. حاجة جديدة. لو هنعمل كتاب مش هنحتاج الورق ده كله. ورقة. الحمد لله. اخيرا. فاضية. ولا ورقة.
ها نكسب ولا ايه؟ فاضيه. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله باذن الله دي هنكسب فيها. الجنيه الحمد لله. ايوه بتبقى واضحه. حلو لان 50 جنيه اهو ورق. اوكي. ورق. في ايه ده احنا كده الكيك اللي ما كانتش عجبانها. فاضي. بكام كاشات؟ بكام برضه؟ زعفر معلش. ورقة يا جماعة. احنا تقريبا ده كسبنا فيه 6 جنيه بس صح؟ اه. والتانية 7 جنيه. اه. ان شاء الله نلاقي الجنيه اللي فات. اهو. الحمد لله. الحمد لله كده يا جماعة كاشات ما فيهوش غير 7 جنيه عشان ما حدش يتعب نفسه. وعندهم عدل يعني كله عنده 7. اهو. فما تنسوش تقولي عايزين نجرب ايه كمان.